تحتاتوه مباشره من محلكم همزه فتيحه عين السبع. كنجد لكم الترحاب بلايف جديد مباشره ومباشر من محلكم همزه فتيحه عين السبع. اذا رمضان مبارك كريم على جميع المتتبعين الزوينين ديالنا. الله يدخل عليكم الصحه والعافيه، الله يشافي كل مريض، الله يخلي لكم كل حبيب، والله يسهل على الجميع، واللي ما عندوش الله يوجد ليه، واللي عنده الله يسهل عليه والله يزيده. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله عندنا لكم سلعه جديده في محلكم في ميزه فاتحه. عندنا لكم دي بروموسيون واعرين خياليين في البريستيج، غتبرعوا ان شاء الله معنا اليوم في البريستيج. عندنا لكم واحد لي زارتيكل فيهم واحد الثمن خيالي، دخل جديد في لي بانيني ان شاء الله، دخل جديد في الكوكوط. غتسمعوا صراحه سيرتو هاد الكوكوط وهاد لي بانيني غتسمعوا فيهم ثمن خيالي جدا. بالنسبه للبريستيج عندنا فيه واحد التخفيض ديال 50% ان شاء الله. على سبيل المثال هاد البورت موشواغ الكبيره اللي كانت كدير 60 درهم حاليا نزلناها لكم فقط 40 درهم. 800 ريال شحال غتاخذوها ان شاء الله؟ وهذه راه الكبيره، هذه راه ماشي الصغيره، راه الكبيره كنا كنبيعوها ب 60 درهم نزلناها لكم 40 درهم. ممكن بزاف ما يتشاف اليوم ان شاء الله في اللايف مباشره من محلكم ميزه فاتحه عين السبع. ورمضان كريم على جميع المتتبعين الوفيين ديالنا، الله يدخل عليكم الصحه والعافيه. اذا ان شاء الله نبداو السلعه ديالنا على بركه الله. اول ارتيكل غنبداو به ان شاء الله ويتوفر جديد في المحل هو السوبر ديال الحريره اللي فيها 25 بياسه كتكون من الزليف رائعين تبارك الله، ما عرفتش فيها 25 بياسة ما عرفتش بالضبط، كتكون من 6 زليف بحال ما هادو بريستيج، كتكون من 6 طبيصلات بحال ما هادو تا هما بريستيج، كلشي اسوغتي مع بعضياته. كاينة السوبيرة خيالية لابواط ديالها هي هادي، هاهي رائعة جدا صراحة. هاد السوبيرة نورمالمون كدير 4600، غتستافدو منها عند ميزة فاتحة فقط ب 3600 ريال، 180 درهم، 3600 ريال. مرحبا بكم. كاين عندنا العرض ديال هاد البورت كاطو الخيالية والرائعة متوفرة غير في هاد اللون الأخضر، في انتظار إن شاء الله غتدخل في الذهبي وغتدخل في الكحل، رائعة ولقات إقبال كبير على الكليان ديالنا. نورمالمون كانت كدير 80 درهم نزلناها لكم 60 درهم، موديل جديد ثمن جديد وهوتة صراحة رائعة جدا وخيالية. اليوم كاين غير هالرزق داك، اليوم إن شاء الله كاين غير هالرزق داك. ركزوا معايا مزيان في واحد العرض آخر، البورت موشواغ. كلشي شاف هاد البورت موشواغ أنه ميزة فاتحة، كنا كنبيعوها ب 70 درهم، في بلايص اخرين كتوصل حتى ل 90 درهم. ان شاء الله ابتداء من غدا هاد البورت موشواغ غتاخذوا عند ميزات فاتحه فقط ب 1000 ريال 50 درهم شحال غتاخذوها. يلا مرحبا بكم، 1000 ريال 50 درهم، جيو بروفيتيو في السلعه، راه فيها عرض واعر صراحه. سيرتو سلعه البريستيج درنا فيها واحد التخفيض اكثر من 50%. على سبيل المثال كما قلنا هاد البورت كلينيكس اللي كانت كدير 70 درهم نزلناها لكم ل 1000 ريال 50 درهم. تفصيل لوي فيتون قريبا غيتسالى، قريبا غيتسالى، قريبا ما عرفتش صراحه التوصيل واش كيتولد ولا ما عرفتش، كل مره كيبان لي يبقى فيه شويه، كيجيو الناس كيديو وكنلقاو شي كوليه جوج باقيين حاصلين. هاد التوصيل هاد الكونتيتي اللي كتشوفوا فيها هنايا وباقيين واحد ثلاثه الكوليات فقط، جيو بروفيتيو فيهم صراحه. طبيصلات واعرين وبزاف الناس فازوا بهم، بزاف ديال الناس. كنبيعوا لكم التوصيل بريستيج بحال ما درنا مع 28، كنبيعوا لكم ثلاثه ديال الطباصل فقط ب 60 درهم. والناس داو كاين اللي دا 6 كاين اللي دا 12 كاين اللي دا حتى 24 تفصيل، كيجيو واعرين في الحطيطه. لوي فيتون خياليين، الديزاين ما ندويوش عليه، الكاليتي ما ندويوش عليها، باقى فيهم عدد الحمد لله قليل جدا، جيو بروفيتيو فيهم. اذا مرحبا بكم مباشره من محلكم ميزه فاتحه عين السبع. كاين الجديد اليوم ان شاء الله، بارطاجيو معنا هذا اللايف باش يوصل لاكبر عدد ديال الناس. كل ما زدتو بارطاجيتو كل ما زدتو ان شاء الله دعمتونا، وكل ما زدنا بدعنا لكم وزدنا نقصنا لكم في الاثمنه. اليوم كاين الهوته الاخوان في الكوكوط، كاين الهوته في هاد البانيني ان شاء الله. هاد جوج ديال لي بانيني فيهم تخفيض ديال 60%، اول مره غتسمعوا هاد الثمن في المغرب، اول مره غادي تفوزوا بها عند ميزه فاتحه. مرحبا بكم. دونك نبداو بشويه بشويه ونكملوا كاع لي زارتيكل اللي عندنا. عندنا هاد البورت هايا باني بان ديال الخبز بريستيج، كانت كدير 60 درهم حاليا نزلناها 40 درهم 800 ريال. كاينه هاد البورت كاطو هادي الثمن ديالها فقط 30 درهم. كاينه هاد التويشيات هادو هما ديال الميتال كنبيعوا لكم جوج ب 20 درهم، جوج ب 20 درهم. بورت كاطو الجديد دخلات واعره صراحه، واعره هذه الاشاره ديال البلاستيك ولكن صراحه خياليه وزوينه بزاف صراحه، كتجي واعره في الحطه الكاطو.
وكتبان صراحه بحال ديال الزاج، الثمن ديالها فقط 30 درهم، جي بروفيتيو فيها. بالنسبه للصلايه راه قربات ساله الاخوان، الصلايه قربات ساله، جيو فوزوا بها. الناس كاع اللي داوا شكرونا عليها، لان الصلايه ديال 120 درهم ديال 130 درهم كنبيعوها لكم فقط ب 70 درهم. شوفوا هاد الصلايه تبارك الله، ديزاين كي مدير، فيها المسجد الاقصى، واعره من اللور ما كتزلقش، فيها الهدب ديالها، والثمن ديالها فقط 70 درهم. كاين بزاف الموديلات 70 درهم، كاين حتى هذا الموديل 70 درهم، كاين بزاف الموديلات صراحه 70 درهم 70 درهم. هادشي كامل صلايات غلاض، صلايات غلاض بلا ما تدوبلوهم، غير وحده كافيه، كاملين فيهم هاد العيبه من اللور باش ما يتزلقش، وكاملين فيهم الهدب، الثمن ديالهم فقط 70 درهم. وكاين ديال الموبرا اللي رطبين، الثمن ديالهم 90 درهم. مي هاد الموديلات اللي شفنا دابا كاملين الثمن ديالهم 70 درهم. مرحبا بكم، نشوفوا البريستيج ان شاء الله. عاد غندوزو لي زارتيكل ديال المعقول ديال الاستعمال اليومي في رمضان، العجانات لي كوكوت جفاف رجع لكم من جديد. اذا بورت موشوار عوض 60 درهم رجعت لكم فقط 40 درهم 800 ريال. كاين عندنا هاد البورترولو هذا واعر بزاف صراحه، بريستيج هو اللي كان كيدير 70 درهم حتى هو رجعناه لكم فقط 1000 ريال. 50 درهم شحال غتاخذ هذا البورترولو بالحجره ديالو كريستال، الثمن ديالو فقط 50 درهم. كاين التوشيات هادو الجديد، شوفوا معنا التوشيات صراحه شحال زوينين الجديد هادو، ثلاثه ديال الوريقات، اخر الاواخر ديال البريستيج هادو. هادو اخر الاواخر ديال البريستيج، وريقات واعرين كيتستعملوا بزاف في الحطيطه. كاينه هذه هذا الموديل هذا، وكاين المويان ديالها، وكاين الكبيره. هاد الباك هذا كان كيدير 60 درهم، غتاخذوا عند ميزات فاتحه فقط 30 درهم. الصغيره والمويان والكبيره غتاخذوا هاد الباك كامل فقط ب 30 درهم، 600 ريال، يعني جوج ب 60 درهم، تخفيض ديال 50%. مرحبا بكم. كاين هاد الطويجين حتى هو رجع لكم من جديد، واعر صراحه حتى هو، اربعه ديال الطويجنات بحال ما هادو فقط ب 1000 ريال. اربعه ديال الطويجنات ب 1000 ريال، اللي بغى ياخذ جوج غياخذهم ب 25 درهم. مرحبا به. دونك في اطار البريستيج صراحه دخل بزاف الحمد لله الجديد، مرحبا بكم. كاين عندنا هاد التويشيه، هاد لابواط كتحل بحال هكا، الثمن ديالها 60 درهم، كانت كدير 80 درهم. ديما فاش كنقول لكم كانت كدير، راه كندوي على المحل ديالنا، اما في بلايص خويرة هادشي كيتباع بالدوبل او الاكثر. هاد لابواط راه في بلايص خويرة تقدروا تلقاوها وصلت ل 120 درهم، حنا كنا كنبيعوها ب 80 درهم، حاليا نزلناها ل 60 درهم. هاد لابواط هادي كنا كنبيعو 60 درهم، رديناها لكم ب 1000 ريال، 50 درهم شحال رديناها لكم، جي بروفيتيو فيها. كاين هذا ديال الميطال، كامل الميطال كان كيدير 60 درهم، نزلنا لكم 55 درهم. هذا واعر بالرجيلات ديالو ديال الميطال 55 درهم. وكاين السلع ديال فاس راه مازال ديسبونيبل، الباك محبوب الجماهير، الباك الاخوان هو هذا، كيتكون من جوج ديال لي بونبونيير، ها هما الباك هو اللي كيتكون من جوج ديال لي بونبونيير، وحده جوج ومن الباخره، الثمن ديال هذا الباك كامل فقط 4000 ريال. وللاشاره ان رجلي نحاس، كيف ما كتشوف معايا المبيخره تبارك الله لا فينيسيون، رجليها نحاس. كاين هاد البونبونيغ حتى هي رجليها نحاس، اللي بغى البونبونيغ بوحده الثمن ديالها 50 درهم، هاد الباك اللي فيه جوج ديال لي بونبونيغ ومبيخره كيدير 4000 ريال. ان شاء الله هاد الباك اللي غيتباع لينا، ديجا كيتباع بزاف، وانتظار ان شاء الله في العيد غيتباع بكثره، لان بزاف الناس كانوا باغيين يشريوه. في العيد اللي فات كان كيدير 300 درهم، كنا كنبيعو حنا ب 250 درهم، حاليا نزلناه لكم ل 200 درهم، وكيجي واعر صراحه في العيد، في العيد ان شاء الله ديال الفطر، كيحطوه الناس في الكوان اولا في الطابله، كيديروا فيه البخور، وكدور بحال هكا في الصالون، كيجي واعر. 4000 ريال جيو بروفيتيو فيه. كاين هاد الطاجين رائع كامل نحاس، كامل نحاس 70 درهم، غتوفر لكم من جديد. اللي بغى المبيخره بوحدها الثمن ديالها 120 درهم، كاين هاد البونبونيغ كبيره الثمن ديالها 70 درهم، وكاين هاد لابونبونيغ اللي طويله الثمن ديالها 80 درهم. شوفوا تبارك الله على بروموسيون 80 درهم، هذه كامله ب 16 ريال، ورجليها نحاس. البراد ديال الفاس مازال متوفرين، ان شاء الله جاي فيهم الجديد غنشوفهم. ديما كنقول ما كنبغيش نبينهم حتى كيجي الجديد، باش نبينوا ان شاء الله الجديد والعروض اللي مازال عندنا. الفوانيس كنظن انا اول محل كيدير لي لايف دخل لكم الفوانيس، هو ميزات فاتحه، والحمد لله لقاو اقبال كبير عند الناس، وحاليا تسالاو لينا. هادشي اللي كتشوفوا قدامكم هو اللي بقى، يعني اللي بغى اللي باقي فيه بزاف هو ديال 70 درهم، اللي كيشعل بالضوء هذا كيشعل بالضوء، الثمن ديالو 70 درهم وكبير تبارك الله. نشوفوا ان شاء الله، شوفوا كاملين مجموعين، الثمن ديالو 70 درهم واعر صراحه، كيدير 70 درهم. هذا كاين عندنا هذا الموديل الصغير الثمن ديالو 35 درهم، وكاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو فقط 50 درهم، هذا كيحل الباب من هنا ما بقاش في الذهبي.
المهم هاد الموديلات اللي بقاو كانوا بزاف ديال لي موديل والناس بزاف فازوا بهم، حتى هاد الهلال ديال رمضان حتى هو بزاف الناس فازوا به الحمد لله. سلعه واعره كانت كتباع بثمن خيالي في بلايص اخرى اولا في انستغرام، وفرناها لكم ابتداء من 30 درهم. بحال هاد الهلال ها هو ديال العود، الثمن ديالو فقط 30 درهم. رمضان مبارك كريم. كاين هادو الذهبيين كيدير 45 درهم، والكبير كاع كيدير 55 درهم. واعرين صراحة، كيجيو أنيقين بزاف في الطابلة، كتزوقوا بهم الطابلة ديال رمضان رائعين. مرحبا بكم. دونك هادشي في إطار البريستيج. قبل ما ندوز لكم إن شاء الله المعقول، كاين التوشية ديال البخور حتى هي الثمن ديالها 13 درهم، هذا مقص ديال البخور. كاين هاد الفانوس الكبير كاع كيدير 150 درهم، هذا أكبر واحد، عوض 300 درهم شحال كيتباع في الأسواق، فقط 150 درهم شحال غتبروفيتيو فيه. هاد البلاطو رجع لكم من جديد اوفال، الثمن ديالو فقط 40 درهم. كاين هاد البلاطو ديال الميتال وثقيل تبارك الله، الثمن ديالو فقط 20 درهم، ثقيل اللهم بارك وزوين بزاف. مرحبا بكم. لي بلاطو الحمد لله ديال اتاي ديسبونيبل في التشكيلات وفي اللوينات، ضروري ان شاء الله ما غنشوفوهم كاملين، وغنشوفوا السلعه كامله اللي متوفره في المحل ولي بروموسيون اللي كاينين. وارى لي دابا الجديد، ارى لي الجديد اللي كيبغيو الناس، عاد غنديروا جوله ان شاء الله على المحل من بين الجديد. الاخوه اللي دخل ليكم دخلوا هاد لي بانيني، للاشاره ان لي بانيني كاين عندنا هادي شليزر كتجي من برا اينوكس كبيره، كتهز 3 ديال الساندويش وغرانيت من الداخل كدير 4000 ريال 199 درهم. وكاينه هادي بريطاني حتى هي غرانيت من الداخل كدير 220 درهم 4400 ريال. الجديد الاخوه اللي دخلنيكم هما هاد لي بانيني، وغيعجبوا الناس بزاف صراحه. واللايف جاي ان شاء الله غندير لكم تجربه على المباشر. اليوم صراحه الوالده ما سالاتش باش ندير واحد التجربه، اللايف الجاي غنديروه. كلشي عاق على هاد لي بانيني هادو ديال دونالدز، هادو كيدار فيهم بحال البينه هنا صغير، اولا كاين هاد الموديل حتى هو اللي كتجي فيه بحال الكيك. كلشي عاقل على هاد لي بانيني، فاش يلاه بانوا كانوا كيديروا 300 درهم 5600، مؤخرا اقل ثمن غتلقى به هاد لي بانيني هو 4000 ريال، وقلال اصلا ما كيتباعوش. وفرنا لكم في المحل هاد لي بانيني صراحه وجوده عالية جدا، تقال تبارك الله جودة عالية. شو هادي فيها الديكور زوين بزاف، الثمن ديالهم فقط 129 درهم 2600 ريال. شحال غتاخدو؟ هادي البانيني كبيرة الإخوان، راه ماشي الصغيورة، راه ماشي الصغيورة هادي. هانتوما ها البانيني اللي كنبيعو ب 4000 ريال اللي كتهز 3 ديال لي ساندويش، إلا حطيتها فوق منها راه قدها. هادي راه البانيني الكبيرة راه ماشي الصغيرة، كانت كدير 4600 ريال غتاخدوها ب 2600 ريال. يا سلام، كتهز واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة على ثلاثة 12 بياسة في كل دقة. إين فو كتخويو هنايا العجينة اللي عندكم، كتسدوها دقيقة وحدة داكشي كيطيب، وكيطيب واعر صراحة. وهادي كنفضلها أنا على كيكة كبيرة، لأن كيكة كبيرة بعض المرات ما كطيبش من الوسط، هادشي كيجي صغير وكيطيب كامل الحمد لله، وكيجي رائع جدا. ديال الطيفال ما كتلصق ما كتحرك ما والو. كاين حتى هاد الموديل حتى هو الثمن ديالو 2600 ريال. صراحة دي بانيني واعرين فيهم العدد الحمد لله، جيو بروفيتيو فيهم، عوض 4600 غتاخذهم ب 2600 ريال. وفي اطار الجديد العجانات الحمد لله مازال متوفرين، كاين عندنا بومان الثمن ديالها 530 درهم 10600 ريال. كاين عندنا فيزلا فيها 7 اطرو، فيها 7 اطرو، فيها 1500 واط، فيها 10 ديال لي فيتيس، فيها 3 ديال الريوسا الثمن ديالها فقط 750 درهم. وكاين عندنا بريطاني لا ميم شوز، فيها 1300 واط، 10 ديال لي فيتيس و3 ديال الريوسا، وكتهز 7 اطرو الثمن ديالها 900 درهم. ولكن الجديد اللي دخل لكم اليوم الاخوان هي الكوكوت اينوكس، ثقيله مضوبله من التحت 10 اطرو. يا سلام، الكوكوت اينوكس ثقيله، ركزوا معايا مزيان على الجمله اللي كنقول. الكوكوت اينوكس ثقيله 10 اطرو وكاليتي مليحه صراحه. قبل ما ندير لها الثمن، قبل ما ندير الثمن لهاد الكوكوت هذه، قلت ناخذ فكره على السوق شحال دايره الكوكوت اينوكس. لقيت بان 5 اطرو كدير اقل ثمن 550 درهم، 6 اطرو كدير 600 درهم، 8 اطرو كدير 700 درهم، اما 10 اطرو واصله ل 800 850. الميزه الفاتحه اليوم اولا نقولوا ابتداء من غدا، اليوم انا صافي مشى الله يطول في عمر جميع المسلمين، 10 اطرو بالصفايه ديالها لداخل اونينوكس، ماركه مليحه تبارك الله وثقيله، واليد ديالها تبارك الله مخدومه ثقيله اللهم بارك صراحه. الله يد وحده صعيب باش تهزوها بيد وحده صراحه، رائعه جدا والبريسيون ديالها مليحه، غتستافدوا منها عند ميزه الفاتحه فقط ب 550 درهم 11000 ريال. سولوا على راسكم الاخوان كوكوت اينوكس
10 يطرو بحال دايره في السوق، راه اقل ثمن 850 درهم 800 درهم. هميزة فتيحة وفرنا لكم كوكوط اينوكس 10 يطرو 10 لتر ومضوبلة من التحت وتقيلة و100% اينوكس وحاجة مليحة وكاليتي تبارك الله معروفة في السوق، وغنبيعوها لكم فقط ب 550 درهم 11000 ريال. مرحبا بكم، جيو فوزوا بها. بزاف الناس بعد ما كنا كنبيعوا كوكوط هاي هي اللي كتجي من لاماك بريطاني غنية على التعريف، هذه 5 يطرو كتجي اوتوماتيك كنبيعوها ب 550 درهم. الناس بزاف جاوا وصاونا على كوكوط كبار، كوكوط كبار قلنا لهم تسناو، راه جايه كوكوط ان شاء الله كبيره وفيها ثمن خيالي، ما بغيش ندخلوا شي حاجه اللي غير باش نبيعوها، خاصنا ندخلوا ضروري السلعه بلا بروموسيون وبالكاليتي. دونك دخلنا لكم 10 ايترو في هذيك المانيوال، الثمن ديالها 550 درهم، واللي بغى هذه اوتوماتيك 5 ايترو الثمن ديالها هي 550 درهم، القاع ديالها مضوبل ومليحه تبارك الله. مرحبا بكم. كاين عندنا هاد البريردات اونينوكس حاجه مليحه وتقال اللهم بارك، واليد ديالهم غليظه، ركزوا لي على اليد وركزوا على لافينيسيون وركزوا على الثقل. هذا النمره 8 كيدير 65 درهم عوض 90 درهم، والنمره 12 كيدير 75 درهم، والنمره 16 كيدير 85 درهم. النمره 16 اخوان براد كيهز على الاقل 16 كاس كبير على الاقل، وكيدير 100 درهم 130 درهم باش كنا كنبيعوه، حاليا دايرين فيه لا بروموسيون فقط 85 درهم، جيو بروفيتيو فيه. مرحبا بكم. غندير لكم واحد لا بروموسيون ان شاء الله بالنسبه للعصار قربات ساله، الثمن ديالها فقط 99 درهم. كاين هاد لا مارك هادي 99 درهم، كاين هاد لا مارك حتى هي 99 درهم. عصاره كيجي معها كاس ديال العطريه، الثمن ديالها فقط 2000 ريال 99 درهم. بالنسبه للاسبيغاتور رجعت من جديد بريما كويزين 370 درهم. لي هاشوار مازال ديسبونيبل، كاين جوج اترو فيها 1200 واط، فيها 6 ديال المواس اينوكس الثمن ديالها فقط 140 درهم. كاينه 3 ايترو لامارك كوكينغ فيها 5 ديال المواس وفيها 1000 واط وفيها لي فيتيس ومليحه تبارك الله، الثمن ديالها 150 درهم 3000 ريال. هذه 3 ايترو 3000 ريال. وكاينه 5 ايترو ماركه بروميير ماشي شي حاجه دوزيام، الثمن ديالها 160 درهم. بالنسبه للمقلات ديسيني، المقلات ديسيني ان شاء الله نزلناها ل 180 درهم عوض 190 درهم باش كنا كنبيعوها، نزلناها ل 180 درهم. باقي فيها هذا الشيء اللي بقى فيها الاخوان، من بعد راه ما غنعاودوش نجيبوها ان شاء الله، باقي فيها جوج اربعه سته ثمانيه 10 البياسات اللي بقاو فيها، نزلناهم لكم ل 180 درهم، جيو بروفيتيو فيها. واللي بغى الهاشوار بريطاني عندنا غير في جوج ايترو بريطاني الحمد لله، لا مارك اللي معروفه عندنا في المحل بريطاني اللي الحمد لله ولات هميزه فتيحه معروفه بهذا لا مارك، وكنحييوها من هذا المنبر صراحه لانها جامي حشماتنا مع الكليان. غتلقاو عندنا في الوراقه ديال الشباكيه، غتلقاو عندنا في العصاره البلاندر، غتلقاو عندنا في المقاية، غتلقاو عندنا في الفريتوز، غتلقاو عندنا في البرارد، غتلقاو عندنا في القطارات، غتلقاو عندنا في العصاره ديال الليمون، في البرامي. السلعه ديالها الحمد لله كامله كنوفرها لكم. وعلى سبيل المثال من بين السلعه ديال بريطاني اللي ما كتحشمناش جامي وهما لي بويغ، هما هاد المقارج ديال الضو. المقارج ديال الضو اخوان موجودين في السوق ابارتيغ من 80 درهم كنا كنبيعوهم وما كيزطبوش الناس. من نهار جبناها لهاد ديال لاماك بريطاني الحمد لله هما الناس كيشكروهم. كاين عندنا هذا اينوكس من برا من الداخل اعتذر، كيطفى اوتوماتيك رائع صراحه، كيطفى اوتوماتيك. غزلان كاين اختي شي واحد عندنا هذا ديجا مستعمل، هذا واش داش الوالده الدار ولا مخليه هنا؟ هذا ديال في الدار، ما في اللايف جاي جي بيه ضروري باش نجربوه، لاني ديت واحد للدار صراحه واعر بزاف وغنجربوه ان شاء الله على المباشر. كاين هذا ديال الزاج، هذا ديال الزاج هو الزاج ديالو صراحه اونتي كاس شي حاجه مليحه، الزاج ديالو مليح وكيجي فيه هذا البروتيكسيون باش ما يتهرس. كيز اترو 700 كيطفى اوتوماتيك في 1500 واط كيدير 140 درهم. كاين اينوكس اللي كيهز كبير كيز اترو 700 الثمن ديالو 130 درهم، وكاين هذا اينوكس اللي كيهز اترو ونص الثمن ديالو 120 درهم. عزلوا وتخيروا مع راساتكم، سلعه مليحه صراحه وثمن زوين. كاين عندنا هذا الميكسور، عندنا لا مارك فيزلر، فيه الراس اينوكس، فيه الغره، فيه الهاشوار، فيه الدراب 150 درهم، واللي بغى بريطاني زيد شويه ودي حاجه نقيه 160 درهم. مرحبا بكم. الوراقه ديال الشباكيه اللي 100% اينوكس، كاع الناس داو الوراقه ديال الشباكيه وكتصدي لهم، لان الوراقه ديال الشباكيه فاش كتبقى فيها العجينه ضروري ما خصكم تغسلوها بالماء ضروري، وملي ما كتكونش اينوكس اين فوق تغسلوها بالماء كتصدي لكم. الحمد لله هاد لامارك بريطاني بعناه العام اللي فات وعاودنا جبناه هاد العام هذا، الثمن ديالها 150 درهم، والكبيره هذه ماشي الصغيره، راه كاين فيها جوج ديال الايطاي، هذه كاينه الكبيره وكاينه الصغيره، الثمن ديالها 150 درهم 100% اينوكس. مرحبا بكم.
دونك كاين بزاف ما يتشاف الاخوان الحمد لله في المحل. غنشوفوا ان شاء الله لو ماكسيموم ديال السلعه وغنبارطاجيوها معكم ان شاء الله. بقاو معنا ما تزابيوش، بارطاجيو معنا هذا اللايف، الله يكمل بالخير، تقديش من عندكم تبارك الله، السلعه مزيانه. شكرا اختي نوال، مرحبا بك، محلكم هذا. بالنسبه للجفاف، الجفاف اللي كنلقى اقبال كبير عند الناس، وكنعتذروا صراحه تعطلنا باش وجدناه لكم لانه كان مقطوع، يلاه كيدخل هذا الجفاف الاخوان، هذا راه الكبير معروف هذا الجفاف هذا، لا في الانترنيت تلقاو بزاف المحلات. الفرق اللي كاين هو في الجوده وفي الثمن، جبنا لكم الحمد لله احسن جوده ايطالي، فيه 5 ديال الجفاف ديال الشونج، ماشي فيه جوج، فيه 5 ديال الجفاف ديال الشونج، وهذا الكبير تبارك الله، ومع الجفاف ديالو، مع الجفاف ديالو العصا ديالو اينوكس، الثمن ديالو فقط 140 درهم، اقل ثمن باش كيتباع هذا 180 درهم، الثمن ديالو 140 درهم، فيه العدد الحمد لله محترم، ما فيش بزاف بحال المره الاولى، هذه المره دخل بواحد العدد محترم، غير صراحه حيدته لواحد الدري صاحبي باش جبتو، باش ما نتحاشموش مع الكليان اللي جاو لي شحال من مره. اذا مرحبا بكم، شو بروفيتيو فيه. لي بانيني ديال البانكيك اولا ديال هاد الدونلدز ديال هاد الكيكات، الثمن ديالو 130 درهم كبار. فيهم بروموسيون واعره صراحه، جي بروفيتيو فيهم، سينو بحال السلعه كتدخلها هاوته، الى تسالات ما بقاش غتعاود تدخل. دخلنا لكم برما اونينوكس 10 ايترو ثقيله مدوبله من تحت 550 درهم، 10 ايترو الاخوان صدق او لا تصدق، وهي صراحه تجي واعره في الحريره، شي عائله كبيره والله الا تجي واعره في الحريره، كتخلي ديما هذه القوله كتخلي الحريره سخونه. اذا مرحبا بكم. القلايات اولا المقالي غرانيت ديال لاماك بريطانيا راه مازال متوفرين، كاين عندنا هاد الموين الثمن ديالها 70 درهم، وكاين الكبيره الثمن ديالها 80 درهم، كاملين كيجي فيهم لينوكس من التحت، كاينين في ثلاثه اللوينات، كاينين في الباج، كاينين في الكرونه، وكاينين حتى في الكحل، كاين هذه سبع وجوه الثمن ديالها 80 درهم، رائعه جدا، ولكن تخي تخي بون كاليتي، غليظه وكتجي من لاماك بريطانيا، خليني من شي حاجه سواقيه. مرحبا بكم، كاين عندنا هاد التبصيل هذا، كنبيعوا لكم 5 ديال الطباصل، لا فينيسيون ديالهم مليحه، 5 ديال الطباصل، تخيلوا معايا اننا كنا كنبيعوا طبصيل ابيض بحال هذا، بيض بيض خوه، بيض عادي، كنا كنبيعوا 54 درهم، اليوم دخلنا لكم شويه تبارك الله كي زوين، المهم قدروا ندخلوه في البريستيج، وكنبيعوا لكم 5 ب 1000 ريال، مرحبا بكم. هاد الزلافه راه قربات ساله، 7 درهم ونص الوحده، هذه الكبيره، سينو كاين الزلافه البيضاء حتى هي متوفره، جيو بروفيتيو فيها مرحبا بكم. إذا غنديروا جوله على المحل خفيفه ظريفه إن شاء الله، باش نشوفوا لو ماكسيموم ديال السلعه. كاينين الكيسان دخلوا لكم الثمن ديالهم 12 ميدريال، غنشوفوا كاع الزواقات، الزواقه رقم واحد هي هذه 12 ميدريال 12 كاس، كاينه الزواقه رقم جوج 60 درهم، كاينه الزواقه رقم ثلاثه حتى هي 60 درهم، الزواقه رقم اربعه 60 درهم، الناس اللي بغاو يسكرينيو، الناس اللي بغاو لا ليفغيزون مرحبا بكم. كاين هاد الزواقه رقم 5 60 درهم، كاين هاد الزواقه السادسه حتى هي 60 درهم، دخلنا لكم بزاف ديال لي موديل وجاي الجديد ان شاء الله. كاين هاد الزواقه ديجا دوزناها السابعه 60 درهم، كاين هاد الموديل حتى هو 12 كاس الثمن ديالو 60 درهم، كاين حتى هاد الموديل حتى هو 60 درهم، كاين 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 هاد الموديل حتى هو 60 درهم. بالنسبه 60 درهم كاين هذا حتى هو 60 درهم، وكاين هاد الجوج حتى هما 60 درهم. بالنسبه لهذا الموديل الثمن ديالو 85 درهم عوض 130 درهم غتاخذوه ب 85 درهم، كاين هذا المرخم عوض 100 درهم الثمن ديالو فقط 80 درهم، كاين كاس زمان رائع باكيه فيها 6 ب 60 درهم، اللي خدا جوج باكيات كنبيعوا ليه ب 110 درهم، باكيه فيها 6 ب 60 درهم يعني جوج باكيات 120 درهم، كنقصوا ليه 10 درهم كياخذها فقط ب 110 درهم. مرحبا بكم، عصاره بلندر 100% اينوكس، كيجي معاها كاس العطريه ديالها هي، كتجي من لاماك لوتيوس مع كاس العطريه، الثمن ديالها 199 درهم. كاينين لي بلندر عندنا ديال الزاج، كنبيعهم الحمد لله باحسن ثمن في السوق، بلندر ديال الزاج فيزلر فيها 5 ديال لي فيتيس، وكاملين اللي عندنا لاحظوا ديال الزاج فيهم الايس كراش، 180 درهم 3600 ريال ديك الاولى، 180 درهم الا بريطاني بوحدها اللي دايره 200 درهم. مرحبا بكم. بالنسبه لهاد العصاره اللي فيها 5 ديال لي فيتيس الثمن ديالها فقط 99 درهم. اذا مرحبا بكم مباشره من محلكم ميزات فتيحه عين سبع، دونك غادي دابا نبداو نزربوا واحد شويه باش نشوفوا ان شاء الله السلعه كامله، وغنذكروا بالعنوان ديالنا، حنا كنتواجدوا في عين سبع في الدار البيضاء، جيو مرحبا بكم. بالنسبه للناس اللي بغاو يجوا عندنا من السونتر فيل من المدينه، راه كاينين الطاكسيات كيجيبوا حتى لحدانا ب 6 دراهم من حدا البازارات، الناس اللي بغاو يجيو عندنا الترام كيحط قريب لينا شويه، واحد نزع على رجليكم قرابين لكلينيك اك ديطال، كلينيك اك ديطال معروف الحمد لله في عين السبع، هو اكبر كلينيك حاليا كاين في عين السبع. اللي ما عرفش الناس يتواصل معنا في الواتساب اولا اللي عنده جوجل مابس يكتب ميزه فاتيحه وغطلع عليه لوكاليزاسيون ديال المحل،
مرحبا بكم. كاين هاد الطباسلات واعرين، كنبيعو لكم 4 ديال الطباسل ب 25 درهم. كنا صراحة غنديرو لهم 4 ديال الطباسل ب 30 درهم، نقصنا لكم 5 درهم، 4 ديال الطباسل ب 25 درهم. كاين حتى هاد الموديل تا هو زوين، 4 ديال لي بول بحال ما هادو ب 25 درهم. كاين الطبسين نمرة 52 الثمن ديالو 70 درهم، كاين هاد الطباسل ديال السلو 10 ب 30 درهم، كاين هاد التويشيات بالرجيلات ديالهم بكية فيها 6 ب 60 درهم، كاين هاد اللعيبة بكية فيها 6 ب 30 درهم، ب 20 درهم أعتقد 400 ريال، وكاينة حاجة مليحة ديال الكريستال بكية فيها 6 بحال ما هادي، تيقوا بيا أن هادي كتباع ب 20 درهم الواحد، كنبيعو لكم بكية فيها 6 ب 70 درهم، كاين حتى التبصيل ديالو الناس اللي بغاو ياخذوا أسوغتي، عوض 20 درهم الواحد غنبيعو لكم بكية فيها 6 ب 70 درهم. كاين هاد الكاس هذا ربعات البكيات بحال ما هادو ب 50 درهم، ربعات البكيات كل بكيه فيها 6 ب 50 درهم، التبصيل بحال ما هذا بكيه فيها 6 ب 20 درهم، كاين هاد الزلافه بكيه فيها 6 ب 20 درهم، كاين بزاف، كاين هاد التويشيه هادي هي الثمن ديالها 20 درهم، وكاين حتى اللي غارقه الثمن ديالها حتى هي 20 درهم، كاين بحال ما هادي هي حتى هي الثمن ديالها فقط 20 درهم، 400 ريال. مرحبا بكم مباشره من محلكم ميزات فاتحه عين السبع، قطاره اونينوكس حاجه مليحه الثمن ديالها 60 درهم، ماشي الصغيره النمره جوج هذه النمره اربعه، وكاينه الكبيره ديالها هي عوض 100 درهم كنبيعو لكم فقط ب 85 درهم. كاينه عصاره ديال الليمون هاي بخيس اورونج الثمن ديالها فقط 55 درهم، لي بويا ديجا شفناهم مع بعضياتنا مرحبا بكم. كاين البريدات الثقال اللي بغى يستافد منهم يجي مرحبا به. البريدات ديال الزاج كيبداو من 60 درهم 70 درهم 80 درهم وكيوصلوا حتى ل 90 درهم. هادو الاخوه راه كيداروا فوق البوطه الثمن ديالها هذا فقط 60 درهم. إذا مرحبا بكم مباشرة من محلكم ميزات فاتحة عين سبع، جو بروفيتيو في السلعة. كاينين صراحة الباك ديال المبيخرة فيه ثمن خيالي جدا، الثمن ديالو فقط 4000 ريال، أرخص ثمن على الصعيد الوطني، بونبونيغ بحال هذه أول محل صراحة وفرها لكم في كازا بهذا الثمن، كنا كنبيعوه ب 60 درهم وحاليا درنا له 1000 ريال، مرحبا بكم. وهذا الباك هذا كنبيعوه بأرخص ثمن على الصعيد الوطني فقط ب 4000 ريال. السليعة ديال فاس كتباع في كازا أرخص من فاس، مرحبا بكم. كاين هاد الطويجين رائع حتى هو عجب الناس بزاف، كيجي واعر في السلو هذا، كيجي واعر في السلو، كتعمرو بسلو وكتسدوه كيجي خيالي جدا، وسلو ضروري ما تزوقوه باللوز. ومادام معلومات مفيدة، الثمن ديالو 70 درهم، زوين بزاف صراحة. كاين عندنا لي بونبونيا غادي الثمن ديالها هي 70 درهم. إذا مرحبا بكم مباشرة من محلكم ميزات فاتحة عين سبع. شوف معايا هاد لي بلاطو هادو شحال زوينين، هادو إفي كويغ بلاطوات واعرين. هذا الثمن ديالو كيهز 12 كاس الثمن ديالو 30 درهم، والكبير كاع اللي كيهز 20 كاس الثمن ديالو 40 درهم. كاين حتى في هذا اللوين هذا هو الصغير المويان 30 درهم، والكبير الثمن ديالو فقط 40 درهم. مرحبا بكم. كاين هذا البلاطو 75 درهم، كاين هذا اللي فيه زاجه الثمن ديالو فقط 100 درهم، بلاطو على ثلاثه كيدير 230 درهم، اللي بغاه اون ديتاي 60 درهم 80 درهم 100 درهم. كاين هذا على جوج الثمن ديالو 220 درهم، هذا كيدير 90 درهم، وهذا كيدير 130 درهم. كاينين السيلات على ثلاثة تا هما متوفرين 50 درهم 70 درهم 90 درهم، كيما يتشاف الحمد لله السلعة موجودة ومتوفرة الحمد لله. بالنسبة للبريق ديال الألفرية تسالى السوبر حتى هي تسالات صراحة، تسالى بواحد الوتيرة سريعة. الشبكة ديال لينوكس محبوبة الجماهير، الشبكة صراحة ديال لينوكس من بين السلعة اللي جبناها وكان عليها طلب كثير وعاودنا وفرناها نظرا للجودة ديالها والثمن ديالها. الشبكة ديال لينوكس اللي كانت كدير 7000 ريال وفرناها لكم فقط ب 4600. رجيلات ديال ريغلابل كتجي كامله اونينوكس وحاجه مليحه الحمد لله، جيو مرحبا بكم بروفيتيو فيها. اذا مرحبا بكم في محلكم ميزات فاتحه عين سبع، الجديد موجود الحمد لله، الصلايه الثمن ديالهم 70 درهم مازال ديسبونيبل متوفرين. كاين هاد الفراقات تا هما زوينين صراحه، تا هما مازال متوفرين، الثمن ديالها هادي فقط 30 درهم. كاين على ثلاثه الثمن ديالها 50 درهم، كاين على الاربعه حتى هي الثمن ديالها 50 درهم، وكاين هادي الثمن ديالها 40 درهم. 30 درهم، هذه كدير 40 درهم، وهذه كدير 50 درهم، وهذه الأربعة هي كدير 50 درهم، مرحبا بكم. كاين هاد التويشية الثمن ديالها فقط 60 درهم، 1200 ريال، مرحبا بكم. كاين هاد الفراقة زوينة تاهي، درنا ليها فقط 120 درهم، كتجي صراحة الكاليتي ديالها طالعة بزاف. اللي خصكم تعرفوا هو أن هاد البريستيج راه فيه بزاف ديال لي كاليتي. راه كاينة شي حاجة اللي تصدى لكم بالزربة، كاينة اللي تصبر، كاينة اللي زيدة في لافينيسيون، كاينة اللي ما كايناش في لافينيسيون كاع. كاين اللي كتجيب لا اومبالاج، راه كل حاجه وثمنها، لان الناس ماشي ترد ليا غير البال غير الثمن، رد البال الجوده ورد البال لا كاليتي، يعني الجوده ورد البال الثمن. عندنا هذا الكاج الثمن ديالو 100 درهم، كاين هذا الكاج المرخم الثمن ديالو 150 درهم، هذا الكبير على جوج الثمن ديالو 150 درهم. كاين السوبيا ديال الحياه الناس اللي بغات تبرع راسها،
سوبر مليحه تبارك الله 7600 ريال 380 درهم سلعه مليحه كاين حتى التوشيه ديال نفس الجوده كدير 250 درهم ربعه الزياتات والتوشيات كاين هذا البريق الثمن ديالو 330 درهم صراحه سلعه راقيه جدا هذه بالنسبه لهاد القرعه توفر لكم من جديد قرعه على ربعه الثمن ديال 120 درهم النقطه ديالها ديال البامبو كاين التوشيه الثمن ديالها 160 درهم دونك كاين بزاف ما يتشاف صراحه في المحل بيان سور ما يمكنش تشوفوا كل شيء كنشوفوا الحمد لله السلعه اللي فيها لا بروموسيون على سبيل المثال هذا الريشو اللي كان كيدير 100 درهم نزلنا لكم 85 درهم على سبيل المثال من بين لي بروموسيون اللي كنديروا فيها دوزيام بروموسيون اذا انتم مباشره من محلكم ميزات فتيحه عين سبع اللي عنده شي سؤال مرحبا به اللي عنده شي استفسار مرحبا به يعطينا شي كومونتير ونجاوبوا عليه ان شاء الله اذا نختموا اللايف ديالنا باهم لي بروموسيون اللي كاينين في المحل ملي كنقول اهم لي بروموسيون يعني السلعه اللي فيها العدد ماشي بزاف وفيها ثمن زوين وتوفرات جديده من بين السلعه اللي ما فيهاش العدد بزاف وفيها ثمن زوين هي الكوكوط 10 ايترو الثمن ديالها 550 درهم جيو بروفيتيو فيها هما هاد لي بانيني الثمن ديالهم 130 درهم الكبار ديال الكيك الثمن ديالهم 130 درهم 2600 ريال الصلايات اللي كيديروا 100 درهم 120 درهم الثمن ديالهم فقط 70 درهم دخل لكم هاد العيبات وريقات على ثلاثه الثمن ديالهم فقط 35 درهم 600 ريال عندنا هادي حتى هي فيها ثمن رائع صراحه عوض 70 درهم درنا لها فقط 1000 ريال 50 درهم اول مره غتسمعوا هاد الثمن وارخص ثمن على الصعيد الوطني خلاص الكاس الحمد لله متوفر بكثره وبغا ننساش لكم الصراحه التبصيل كاينه شي سلعه كندخلوها للمحل والله الا تيقوا بيا بالعشق ملي كنقول لكم بالعشق السلعه ما غتلقاوهاش في محلات اخرى وما نطلياش بحال الطبيسيل هذا الله اللهم بارك ما شاء الله شوفوا الطبسيل تبارك الله كيدير ثقيل تبارك الله حنا الطبسيل دخلنا شحال هذه كنا كنبيعوه 35 درهم اليوم هذا الطبسيل دخل فيه العدد الحمد لله ودخل بواحد الثمن زوين يعني ماشي دخل كاخدينا كطبسيل بحال ما هكا ولكن دخل سلعه مخلطه بحال هادشي ديال البديع اللي ما كندخل لكم مؤخرا كيدخل مخلط كاين الحاجه نقدروا نلقاو فيها كوليا كاين نلقاو فيها ثلاثه بحال الطبسيل مثلا الويفيتو راه هو لقينا فيه شي 25 كوليا بارازا زهرنا الحمد لله وفازوا به بزاف الناس والحمد لله حنا كنفوزوا بهذه السلعه وكنوفروا للناس باش هما يفوزوا بها هاد الطبسيل هذا عوض 35 درهم غتستافدوا منه 3 ب 60 درهم يعني كيطيح لكم ب 20 درهم لواحد تخفيض ديال 40% اولا 45% مرحبا بكم وكاين بزاف التوشيات بحال ما هادو صراحه الناس العشاقه كيجيو يفوزوا بهم اذا ما نطولش عليكم كنتم مباشره من محلكم ميزات فتيحه عين سبع من بين المعلومات المهمه اللي خصكم تعرفوا هو اننا كنديروا لا ليفغيزون المغرب كامل داخل كازا وخارج كازا داخل كازا لا ليفغيزون ب 20 درهم خارج كازا لا ليفغيزون ما بين 35 درهم حتى 45 درهم المدن الكبار كيتوصلوا بالسلعه ديالك حتى لباب الدار ب 35 درهم النواحي ديال المدن الكبار التوصيل ب 45 درهم اولا 40 درهم دونك اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا في الواتساب وان شاء الله ما يكون غير خاطركم واللي بغى يجي للمحل يجي مرحبا به كنحلوا الحمد لله من 11 ديال الصباح وكنسدوا قبل الفطور مع 6 وكنحلوا عاوتاني مع 8 ونص اولا 9 وكنبقاو حالين حتى 11 ونص ديال الليل اذا مرحبا بكم مباشره من محلكم ميزات فتيحه عين سبع ودمتم في رعايه الله.